انا هبدا مذاكره من اول بكره، انا هنام دلوقتي واصحى الفجر هذاكر، انا اقسم المنهج واول ما اعمل الورقه اللي اقسم بيها المنهج دي هبدا بقى اذاكر. مين فينا ما قالش الجمل دي واولهم انا جاي بقى النهارده اكلمكم احنا ليه بنعمل كده واسبابه ايه والحل بتاعه ايه. قبل ما نتكلم عن اي حاجه كده محتاجين نعرف ايه اسباب التسويف. السبب الاولاني هو الضغط النفسي، مشاكل في البيت، حوارات مع باباكي ومامتك، مشاكل مع اصحابك، علشان كده في الاخر بتلاقي نفسك قاعد على اليوتيوب بتتفرج على فيديو قطط وكلاب واطفال بتضحك وانت مش عارف ليه اصلا. العقل بيميل للحاجات اللي بيستخدم فيها مجهود اقل. تاني سبب بقى الشغل الكتير او المذاكره الكتير. مين فينا النهارده جاب الكتب كده كلها وقال لك انا هذاكر مثلا نص المنهج كله واول صفحتين بس لقى نفسه خلاص كسلان وخلاص بكره هذاكر وهكمل بكره وهخلص بكره نص المنهج كله وبيمشي. وده غلط. لما العقل بيلاقي كده بيقول لك ايه نص المنهج، لا يا معلم انا افتح الفيس بتاعي، افتح اليوتيوب، اتفرج على فيديوهات قطط وكلاب وخلاص كده. تالت سبب مش بحبه، مش بحب المذاكره، مش بحب الكليه، مش الكليه دي اللي انا كنت عايزها، اذاكر ليه اصلا؟ المنظومه دي مثلا فاشله، التعليم ده ملوش لازمه اصلا وانا مش هستخدمه في اي حاجه في حياتي. رابع سبب انا مش عارف انا بعمل ايه وابدا منين. نفس فكره بالظبط، انا رايح فين، انا راجع تاني، انا ازاي، انا فين، انا مين. اللي بيحط كده كل المنهج كده قدامه على الترابيزه ومش عارف يبدا منين بقى، ابدا من هنا ولا من هنا ولا اعمل ايه بالظبط. وقبل بقى ما نتكلم على الحل، في حاجه الاول اسمها التسويف الايجابي، زي بالظبط تقسيم المذاكره. انا النهارده مثلا هذاكر جغرافيا، بكره هذاكر تاريخ، ده الكلام ده طبعا للثانويه العامه. لو انت في اي كليه بقى يبقى انا النهارده مثلا هذاكر ماده كذا، بكره هذاكر ماده كذا. مبني على المنطق، التقسيمه دي مبنيه على المنطق. كده عرفنا اسباب التسويف، ندخل بقى على الحل على طول. العلاج في الطماطم. ايوه العلاج في الطماطم، تكنيك الطماطم. التكنيك ده طب جه منين؟ زمان قوي كان في ساعه كده عامله زي الطماطمايه وكانت بيقلبوها كده وبتبقى 25 دقيقه، والدراسه اصلا اثبتت ان المخ بعد 25 دقيقه بيفقد التركيز بتاعه. يعني من الاخر كده ذاكر 25 دقيقه وبعد كده خد البريك بتاعك وبعد كده ذاكر 25 دقيقه التانيين، بس البريك بتاعك مش لازم يكون 6 سنين، يعني مثلا ربع ساعه 10 دقائق كده يعني، علشان انا عارف حوار البريك 3 ايام ده اولكم انا طبعا كنت بعمله. وفي حل تاني هو ال 5 seconds rule. قول لمخك بس انا هذاكر بس 5 دقايق، هي بس المشكله كلها في القعده بس، يعني انت لو قعدت اصلا انت هتكمل ال5 دقايق بس، انت هيئ بس نفسك ان انت بس ايه انا هقعد ال5 دقايق بس، وانت كده هتلاقي نفسك اصلا كملت. وتالت حاجه في البريك اعمل كل اللي انت نفسك فيه، ادخل على كل السوشيال ميديا، اتفرج على التلفزيون، اعمل اللي انت عايزه. وممكن تعمل برده حاجه زي جدول، وبعد ما تخلص مثلا اللي عليك النهارده بتعمل صح. علامه الصحه دي بتخلي مخك يفرز حاجه اسمها الدوبامين، ودي المسؤوله عن الانجاز، هو بيبقى شعور حلو اصلا اللي انت بعد ما تخلص كده الحاجه اللي عليك بتعمل صح، بتحس ان انت انجزت حاجه. وفي ابلكيشنات كتير اصلا بتساعد على الموضوع ده، والاحلى واحد فيهم واللي انا اصلا بجربه لحد دلوقتي وشغال عليه اسمه جوجل كيب، ده هيساعدك جدا في الحاجات دي. واخر حاجه احب اوجهها لطلاب ثانويه عامه، لما تيجي لا قدر الله تشيل ماده او تعيد السنه، محدش هيبص انت كنت زهقان، محدش هيبص انت كان اصلا مش حابب المنهج، محدش هيبص للظروف اللي عندك. في مثل كده مشهور كده قوي بيقولوه، محدش هيهتم بفشلك بس ملايين هيهتموا بنجاحك. المهم النتيجه في الاخر. دوس يا كوتش، سلام عليكم.